أعلن الأمن العام القبض على مواطن قتل امرأة بإطلاق النار عليها في نجران. وقال الأمن العام اليوم عبر منصة إكس، إلقاء دوريات الأمن بمنطقة نجران القبض على مواطن لقتل امرأة بإطلاق النار، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وحالته إلى النيابة العامة. جريمة غدر ذكورية حدثت يوم أمس الاثنين 29 أبريل في نجران جنوب السعودية ضد المغدورة سلمى البالغة من العمر 42 عاما، ليقتلها أخيها ذو 18 عاما بثمان طلقات من سلاح رشاش، والسبب عدم رضاها عن عملها حيث كانت تعمل حارسة أمن في جامعة نجران. للأسف أخوها علم وشاف أنها مجرمة لأنها تعمل بمكان مختلط ولأنها تسوق سيارة، لذلك جاء وأطلق عليها 8 طلقات من الرشاش بينما كانت هي تتجهز للذهاب للعمل. هذه القضية أثارت حزن وغضب في الشارع السعودي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.